من هاد التليفون وقيلا مضبب. اخي مشاهدين كي سمحتوا بخير هاني دابا كنبان ضروري حنا سيدي بالقنابل تعالق كي سمحتوا بخير هانيين صحيحه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هاد الفيديو. واخا نقول هاد الفيديو ما فيه والو ولكن هذا كاين واحد الاكله نديروها في الصباح ولا في كسكروت ولا في العشاء وممكن نشاركها معكم من الفطور. درت حتى درتها وتفكرتكم ثاني رانا شويه كنسى ولكن ها بلاتو الله 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 ممكن قد تكرر نتوقع نقرا التليفون. انتوما شنو كاين هنا؟ كاينه البصله الفلفله الحلوه الحمراء والخضراء نتوما اللي عندكم ديروها خالكم اي وحده ديروها اللي كان صافي درنا التحميره والبزار وداك الخرقوم البلدي شويه سكنجبير شويه ديال الكمون صافي غير شويه 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 الملح والبزار الكمون والزيت هاهم كنشحر فيها ودابا البطاطا هنا كتسلق وهنا راني عمرتها تاي وسمحوا لنا على هاد الروينه راه حلو يلاه فقنا نجبدو الفطور كاع هنا كنسخن الحلوه ديال بزاف درتها البارح العشية الكسكروت وشاطت فيها وكتديرها في الثلاجة نصفيها من الماء نطفي على دابا ما عرفتش غتسمعوني ولا لا لا تيلات هانتوما نتوما شكون قلبوا الكاس على الصفارة مبقاش حاط لكم الصداع صافي المهم غنشحر هذا نخليها ياكو هاد الأكلة غنديرها بالبيض والفرماج. مشاهدين نسيت التومة وكوك نسيت التومة أنا درت ديرو واحد طريز ديال التومة حقو على هكا باش تعطيكم السخونية ديال البيض هاديك الكرين ماما شوف ماما شوفوا هنايا صافي راه كيفيتها ماما الفلفلة والبصلة ماما في نفس المقلة نيت اش غنديرها ماما الزبدة وشوية من الزيت ماما كرمي غير شوية البطاطا في الأول كنخلو شوية تاني نديرو في الفوق كنفطر أنا وكنوجد معاكم الفطور الله 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 صافي يلاه تفرقوا الشغل كل واحد دير شغلها سكتي هنا ماشي شي جالس شاد التليفون شي واش ما غاديش تسكت؟ الله قوة سكت ما عرفتش اش درت والمشاهدين راني نسيت الدجاجة مني كت نسيت المشاهدين ما خصنيش ندير البطاطا هنايا واحد قبيلة تقلبت انايا هادو راه كيهضروا كنتلف نحركها شتوها معايا هذيك الفلفله وداك الشيء والبيض انا ما نعرف ندوي وغندير النص ونخلي النص هذا الشيء اللي بغيت ندير ونسيت هانتوما دابا غندير النص هنا شتو غادي نسى هكا شكون جاي يمشيش هذاك هاك هانتوما دابا غندير هاد الفرماج هذا ديال الساندويتش الفرماج واخا هذا كاع مكيعجبني انا بزاف زوين فين داك لي لا حيت نتوما فين دوك الحنيت هما هادوك لي لاين هادو هانتوما غندير واقيلا غير ثلاثة صافي تبارك الله غير ثلاثة جبت ستة تقولو
حيت انا المقلة عندي انا صغيرة، نشري شي طفال كبيرة شقات برد ديال الكلب، وهذا الشيء والاخر النص الاخر ثاني خوي. شفتوا الى عندكم حتى الفرماج الاخر داك الصفر داك الاسم حكوا هذا كيجي هو احسن. الجناب باش تقاد البطاطا تدخل ما تخليش داك الفراغ. سكتينا 3 ايام في كورونا. قلت لك حالك كان الجناب شتو باش يدخل الطياب الجناب، ونغطيها بواحد الغلاقه ونخليها طيب ونقص عليها البطاطا باش ما تديش البطاطا تحمر باش ما تحرقش. والله تما نزلنا من اللي ما كان جاي. ما عرفت واش تحمرت ولا لا. ايه فرحت الحراره. تحرقات؟ لا لا. شفتي كتبان؟ مازال؟ لا لا باينه غتشد بصراحه. وين؟ تفكر فيها. لا 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 لا. من الفوق. ها؟ ايه. اش ندير؟ مازال جاريه. بدي راه داكشي اللي بغيت نقلبها. شتا. انا اللي صالح مشات. سخونة سخونة سخونة. ها ارسم بابا ارسم ماما بالالوان عادي جدا عادي حتى كنت شنو يلا سكر مزيان شتو صافي راه صراحه تخلعت انا كنت خايفه منها وخرت شوطه تحت شويه غير ديك البصله شتوها كيما كانت البصله راه تشوطه تحت شويه ماما يتحمرات ماشي تحرقات هيا طلعت لك شكوشه اخرى صراحه كنت غنطي من الجهه الاخرى كتجيو غير عاوتاني لا لا دير هذيك نيت وحطها في الطبسيل قلبها بغيتها تكون نيت مقلوبه معنا السيد بوغلبون بوغلبون ها كيقلب هذا مختصها في مختصها في القليب ديال الطورطات بحال هكا صافي يلا حطها تبارك الله عليك وخلاص شفتوا بابا وخيت زوينه زدين فهمنا يلا بلاتي تنقطع باش نوريهم بلاتي ما ديرش ليها الفورشي هانتوما شفتوها بلاتي ما تخسرهاش ديري ليه باش تبصيل شوف زدين تو قريب يفطر شاد خبز وفير كلها كل كل سكار بسم الله يلا اجي قربي لهنا شوف كي جات هاكا بومبا زدين خبزك غيطيح زدين بسم الله معكم واحد شويه شوفوا كيش نعم يا ودي نعم 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 فين هذيك باش كنهزو شوفي واو شوفوا واو قربي هنايا شوف الالوان اللي كاينين ها الابيض الاحمر الاخضر الاحمر الاخضر سخونه سخون ايوا هذا هو فطورنا اليوم درنا داك البرد ديال الحصاله وا المشاهدين هذا ثاني ما عرفتش انا جبت زدين ثلاثه الانواع كيخرج لنا هكا بحال الباربا احمر باي باي اوا وريهم داك سميتو راه كتسخن ياسمين داك الكومير جنا البارح من السويق كملوا الفطور ما يدوناش ثلاثه الخبزات كناكلو بزاف ودي ماما ما كلاش بغا نحسمو مني شافها ماما شاف البيض ها جبدو ها يلا بسلامة عليكم المشاهدين كانت من هاد التورطة اللي شاركت معكم اليوم ديال البيض تعجبكم ديروها بحال هكا في الفطور في كاسكروت في الغدا وقيلا اللي ما غتشبعكمش عارف الفطور والكاسكروت وفي العشاء صافي حيت غتنعسو يلا بسلامة عليكم ما تنساوناش نجيو كومونتير وبارطاج سخون لك هذا